أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. صدق الله العظيم. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ محمد أبو بكر معانا ومنورنا كل يوم اتنين وفضل كده مرتين وكل واحد يروح لحاله. انت في بيتك وانا في بيتي، انت في حالك وانا في حالي، انت في رمضانك وانا في رمضاني. هو هيعمل برنامجه لوحده اني قريب ال 30 حلقه، واحنا بقى برنامجنا اسال مع دعاء لوحدينا من غيره عشان مش بيلحق. منورنا يا فضيله الشيخ. احنا النهارده اتكلمنا بقى المره اللي فاتت عن القران الكريم، واتكلمنا هو نزل فين الاول ولا دي كانت اللي قبلها؟ هي المره اللي فاتت. نزل فين الاول وبعدين على ثلاث مراحل وبعدين وصلنا لفين بقى؟ طيب، استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. وصلنا إلى تلكم الليلة المباركة التي هي ليلة القدر التي منحت لنبي ذي قدر لأمة ذات قدر، فنزل فيها كتاب ذا قدر فكانت ليلة القدر التي جعلها الله خصيصة لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والتي تتنزل فيها الملائكة. وعلشان يعني الله سيريحك مني في رمضان إن شاء رب العالمين، فحابب أقول لك وأقول للمشاهدين قبل ما فارقكم إن شاء رب العالمين إن في نقطة مهمة. إن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول إيه يا ست دعاء في الحديث عن ليلة القدر، حفظاه أنت وكل السادة المشاهدين حفظينه. من قرأ منكم من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللي بيحصل ايه بقى ست دعاء؟ احنا حافظين الحديث وكل الناس حافظاه كويس قوي، لكن للاسف تيجي اي ست من الستات يفوتها او تقول يجي لها العذر الشرعي في التوقيت ده تزعل، فتقول لك ايه؟ ربنا حرم مش حاببني، ربنا حرمني. طب ده مشكله فين؟ مشكله عندها ان هي ما فهمتش الحديث الشريف. لانه لا يحرم من ليلة القدر إنسان مؤمن أو مسلم على ظهر تلك البسيطة. على الأرض كلها مفيش إنسان بيحرم. ليه بقى؟ طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام وركز كده، قيام الليل ده باب كبير قوي. لا يتوقف على الصلاة فحسب. ده بخلاف التهجد. التهجد ربنا سمى صلاة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إنما قيام الليل يشمل كل أنواع العبادة التي يقوم بها الإنسان، الذكر، الدعاء والصلاة وقراءة القرآن والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى والجلوس وسط والإطعام الأهل والإطعام وإفشاء السلام. يعني من قام ليلة القدر
أي من فعل فيها أي نوع من يعني أنواع لو الخير. الستات نزلت وزعت مثلا سندوتشات فول وطعمية، أي نوع من أنواع الخير، أي نوع من أنواع الخير. ده قيام. أنا مش عايز الست تنزل، أنا بسألك، ده قيام؟ ده قيام. وفي قيام أعظم اللي هو بتعمله الست كل رمضان وكل ليلة في رمضان، بس هي مش واخدة بالها. خدوا بالكم والله، عارفة الستات أعظم وأجمل من الرجالة في رمضان. هي بتعمل السحور؟ تخيلي هي لما بتعمل الفطار بيكتب لها إفطار كل هؤلاء في ميزان حسناتها. وما بتعمل السحور ولما بتعمل يعني السحور طمني على السحور كأنها عشان تقوم السحور الليل بس. كأنها تقوم الليل. آه. ليه؟ لأنها تقوم في عبادة. هي بتعمل إيه؟ هي ما بتعملش أكل. إحنا نظرتنا إن هي بتعمل فول وبيض ومش عارف والكلام ده، لا، ده هي بتعمل وسيلة تعين هؤلاء المنتظرون على أداء عبادة. الله. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب نخش بعد كده على سورة الإيه؟ البينة، البينة أو القيمة أو البرية أو سورة الانفكاك، كل هذه أسماء لهذه السورة المباركة. وخدوا بالكم سورة البينة، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا أبي بن كعب، وده صحابي من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له إن ربنا أمرني إن أقرأ عليك سورة البينة. فسيدنا أبي قال له علي أنا يا رسول الله؟ فما كان. وده يوريكم بقى علشان الناس اللي بتصدع دماغنا، لما نيجي نقول للأستاذة دعاء لو سمحت الزامي تخصصك الإعلامي وما تتكلميش في الدين، فالأستاذة دعاء ما بتسكتش، فتقول لك هو الدين حكر عليكم، هو النبي صلى الله عليه وسلم إدى شهادات. أقول لها أيوة النبي إدى شهادات، بس إحنا مش واخدين بالنا. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أنا اللي بقول الكلام ده. طيب معلش أنا بضرب المثال بحضرتك عشان قدامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع تخصصات، وضع تخصصات النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده، والدليل على كده سيدنا أبي هو كان من أقرأ الأمة. طيب الآية بتقول إيه أو الصورة بتبتدي بإيه بقى؟ ركز بقى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. دي إشكالية لازم نفهمها كلنا، خلي بالكم. آه. دي إشكالية لازم نفهمها إيه كلنا. آه. أن هناك فرق بين الكفار وبين أهل الكتاب. آه. أي ركزوا إيه؟ ركزوا بقى. آه. في فرق بين الكفار وبين أهل الكتاب. لما الإشكالية دي في دماغنا وما فهمناهاش وما قفناش قدامها، فكل سنة تصدعونا. هو ينفع عيد على المسيحيين في عيدهم؟ هو ينفع أكل من أكلهم؟ هو ينفع أروح الكنيسة عزي؟ هو ينفع أروح الكنيسة أهني؟ حبيبي افرق كما فرق القرآن بين قوم كفروا بالله وبين قوم آمنوا بنبي من أنبياء الله فسماهم الله بأهل الكتاب، بين قوم لا مستند لهم ولا كتاب لهم ولا شرع لهم ولا رسول لهم، وبين قوم لهم كتاب ومستند ورسول وشرع. شفت بقى ربنا فرق ازاي؟ فبيقول لم يكن الذين كفروا منين؟ من أهل الكتاب، مش من جملتهم. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هو البينة وما هي البينة؟ البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يبقى احنا عندنا، عشان بقى نخش للإشكالية التانية، الآية دي الصورة دي صعبة في الفهم. لا مش صعبة، ده على فكرة صعبة في الحفظ كمان. صعبة في الحفظ فعلا. انا عمالة اقول لا صعبة في الحفظ كمان. يعني حتى يعني من كبار الحافظة لما يفاجئ بصورة البينة بيقع فيها. الا ما رحم ربي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. خلاص. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. اقفي. خلي بالك بقى الاشكالية التانية. الاشكالية التانية بعض الناس يقول لك ايه؟ نحن نلتزم بما جاء في القرآن. فنقول له اسفين. يبقى انت كفرت بالقرآن. يبقى اللي يقف عند القرآن فقط. نقول له انت كفرت بالقرآن. لان ربنا بيقول لنا هنا هو ان القرآن بمثابة الدستور. سؤالي هل يصلح الدستور لإقامة دولة؟ الجواب لا.
بدون لازم مذكره تفسيريه. وحضرتك احنا قعدنا بعد ما كتبنا الدستور فتره ولله المثل الاعلى، اروح اقول له يا عم يا محكمه يا دستوريه نفذي لي بنود الدستور، تقول لي اصبر لما تطلع القوانين المنظمه لذلك. فالقوانين المنظمه لذلك ربنا قال له رسول من الله. ركزوا في الكلام ده كويس قوي. يتلو صحفا مطهرة. طيب الرسول ده مهمته ايه؟ مهمته البيان. مهمته الابلاغ. طب بس ربنا سبحانه وتعالى قال يتلو. ايوه. بمعنى يقرأ القرآن. صح. يتلو صحفا ولا قال يتلو قرآنا؟ صحفا مطهرة. كويس. ده بقى سؤال جميل قوي. وده عشان يفهمنا ان ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي يتلوه من عند الله فيما يتعلق بالسنة، غير أن اللفظ من عند رسول الله صليت عليه وسلم. يبقى خد بالك أن النبي لما بيقول ده وحي يتلو، ده إيه؟ وحي. ولذلك ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يبقى احنا بنقوله تاني وتالت ورابع. يبقى قرآن من غير سنة لا يصلح. وقال ما ينطق. نعم. وقال ما ينطق. طبعا. يعني كل ما ينطق به. طبعا. يعني النطق عن كل حاجة بتطلع. صح. كل ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. طيب النقطة المهمة برضك اللي لازم نفهمها ان القرآن يقول لك، اصله يقول لك ده حجة على كلامكم مش حجة على كلامنا. بس انا دخلت في جدال كتير في هذا الموضوع. فيقول لك ايه؟ يتلو صحفا مطهرة. يقول لك خديها زي ما هي. انت ليه بتفسريها بتفسيرات اخرى؟ حاضر. يتلو صحفا مطهرة اللي هو القرآن اللي نازل. القرآن الكريم. كويس قوي. من اي انت بحضرتك بتصلي؟ الحمد لله. فمن اين لك بالصلاه؟ ما هو بقى بيخش في انا احد في ليله ثانيه غريبه. احد الناس يعني كان يصلي ورايا في مسجد من المساجد. لا انسى هذا الموقف. وكان مشهور انه من القرانيين. فبعد ما فرغت من الخطبه، كانت الخطبه عن السنه. فالرجل هاجمني هجوما ضاريه. فانا بادب وبلطف كده قلت له سامحني يا استاذنا الكبير، يعني انا اعلم قدرك واعلم فكرك الراقي، لكن انت بلغت بحد لما تموت ربنا يديك العمر والصحه هيغسلك؟ فقال لي طبعا. وطب وهتدفن فين؟ فقال في حته الفنيه. وقلت لهم يصلوا عليه في السيده نفيسه. هذا نص الحوار والله. فقلت الله اكبر، اذا انت امنت بالسنه التي تنكرها، فان الغسل والتكفين وصلاة الجنازة لا وجود لهم في كتاب الله البتة. وإنما كله من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدي بالك بقى، ودي إشكالية. خلاص كده. طيب رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يبقى كل الكتب التي نزلت على جميع الأنبياء كتب معتبرة، كتب لها قداسة، كتب لها احترام، لا يجوز احتقار كتاب منها. ثانية واحدة. اتفضلي. يعني هي الآية دي تقصد الإنجيل والتوراة؟ تقصد كل الكتب، مش الإنجيل والتوراة بس. وفي إيه تاني؟ والزبور وصحف إبراهيم وموسى. مش كده ولا إيه؟ بس هو قال رسول من الله اللي هو سيدنا محمد. يتلو صحفا. لا، وإن رسول الله من الله مش مقصود به سيدنا محمد. ما قالش لا، يقصد به كل الرسل، لأنه هو بيقول إيه؟ سؤال حتى رسول. لا، حتى تأتيهم البينة. البينة هتيجي بإيه؟ بأي رسول يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. أي رسول. خلاص. ولذلك الإيمان صدق هتسهلها في الحفظ. لا الفهم بيسهل الحفظ. طبعًا. طيب قولي تاني كده. طيب تاني. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني إيه منفكين؟ منفكين غير مترابطين. لا يعرفون وجهة ولا اتجاها ولا طريقا إلا بإقامة الحجة وإلا بإقامة البينة. وعلشان كده ربنا يقول لنا إيه؟ ها؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يقيم الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين. ليه يا رب؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خدي بالك صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب وصلنا فيها كتب قيمة. خلاص. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تسيبك من الحفظ دلوقتي. بس عشان انا بركز وبلضم بعد اذنك. ابقى احفظي بعد الحلقة. لا عشان لو طلع لي سؤال. طيب حاضر. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يعني الكتب القيمة هي كل الكتب السماوية اللي نزلت على كل الأنبياء. كل الأنبياء. ماشي. طبعا. ماشي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. اللي هم مين بقى؟ الشيعة وكده. كل من شذ عن طريق الكتاب شذ حينما جاءته البينة وأقيمت عليه الحجة. وده يخلينا نقف وقفات. اللي هم الشيعة وال... أي حد. والفرق وال... أي حد. ما خدي بالك احنا مشكلتنا فاهمين ان التطرف في بلاد الإسلام او في شريعة الإسلام. لا، التطرف في كل شريعة من طبعًا. الشرائع طبعا. خلي بالك. متطرفين. طيب التطرف ده بيجي منين؟ بيجي إما من الفهم الخاطئ أو من التشدد المفرط أو من كثرة الاختلاف. إيه؟ تاني. ها. من الفهم الخاطئ. ماشي. أو التشدد المفرط. أو كثرة الاختلاف. كثرة الاختلاف تخليه يقول لك لا أنا هتبنى وجهة نظر واحدة. لا، ولا هي كثرة الاختلاف رحمة. ايوه، ما انا بقولك هو بقى بيتشدد. الا اذا قصدت بها تشتيت الامه. الا اذا قصدت بها ايه؟ تشتيت الامه. فالاختلاف الذي يبني للامه طرقا للتيسير هو اختلاف رحمه. لكن الاختلاف اللي هو الغرض منه البحث عن امور لم يتحدث عنها الشرع اختلاف نقمه. ولذلك احنا عندنا فقه يا ست دعاء في الشرع اسمه فقه السكوت. ما اعرفوش ده. لا، ده ليه ايه في القران. ايه؟ فقه السكوت. قوله لي. اسكت. اللي هي يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم. ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حذر الصحابه من كثره السؤال وقال لهم اللي اقول لكم عليه اعملوه واللي بنهاكم عنه. اتفضلي. هقول لك احنا المفروض ختمنا. بس طيب. في ايه تانية تقول لك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسالوا اهل الذكر في ماذا؟ فيما يعن فهمه. طب ازاي؟ عشان برضو الناس بتقول لك بتجيب الايات قدام بعضها. طيب. وتقول لك استغفر الله العظيم القران بيناقض نفسه. القران لا تناقض فيه. ايوه انا بروح بقول لك انما فاسالوا اهل الذكر. لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لك تسؤكم. وفي المقابل فقول لي بقى في عجاله. في عجاله هناك اشياء ان سالنا عنها فهو علم لا يفيد وجهل لا يضر. ادي اول حاجه. خلاص كده. علم لا يفيد وجهل لا يضر. واحد يقول لي عم الشيخ هو لون اهل الكهف كلب اهل الكهف ايه؟ ما كنتش نايم معاهم والله حبيبي. هو الحوت اللي بلع سيدنا يونس كان ذكر ولا انثى؟ ما كشفتش عليه والله يا حبيبي. خلي بالك. يبقى ده اسمه ايه؟ جهل لا يضر. وجهل لا يضر وعلم لا ينفع. علم اللي هينفعك وجهل لا يضر. طيب تعالوا نروح للحاجات التانية. الحاجات التانية ما سكت عنها القرآن أباحها. سكوت القرآن يعني الإباحة، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. زي حاجات كتيرة قوي. لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن بعض الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت النظر أن سكوته وعدم تنزل الشرع رحمة. ولذلك شوفي بقى في صور في سورة من سورة القرآن ربنا قال لهم إيه؟ اللي يروح يسأل النبي أو يتكلم مع النبي يقدم صدقة الأول عشان يلم أسئلة الصحابة شوية، لأن الصحابة كان عندهم نهم للعلم عايزين يسألوا النبي في كل شيء. خدوا بالكم. طيب ليه يا رسول الله ما نسألكش؟ قال لهم لأن مشكلة بني إسرائيل وبداية طريق الهوية لبني إسرائيل والضياع اللي هو كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة إيه؟ أسئلتهم واختلافهم. في أشياء
تضر جهل لا ينفع, جهل لا يضر وعلم لا ينفع. دي اول حاجه. وهناك امور الاخبار بها من الامور التي تسبب التشتت. وخدي بالك, لا وفي غيبيات, لا في حاجه تانية اخيره انا كنت لسه هقول لك حاجه اخيره بقى. وليس كل شيء في العلم يقال لكل انسان. ركزوا الكلام ده كويس قوي. مش كل حاجه في العلم تقال لكل انسان, ومش كل حاجه في العلم تصلح للطرح على الفضائيات. صح. صح. ولا على حديث الناس العوام جدع في المساجد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سوره آل عمران يقول ايه بقى, خلي بالك بقى ان القران مقسم ها لايه, لمحكم ومتشابه. طيب المحكم كل الناس تعرفه ونتكلم فيه, طب المتشابه نرد لمين؟ لله ولرسوله. ليه؟ لان الراسخون في العلم مش هيجروا ورا المتشابه الا لفهمه, لكن غير الراسخون في العلم هيجروا منه بغية فتنة الامة. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر. يعني انا هسمع لغاية امتى المرة الجاية؟ فيها كتب قيمة. خلاص كده ماشي كده, سهل تيسير. نورتني يا فضلت الشيخ. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان, ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدنان. قولي آمين. آمين يا رب العالمين. عندنا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. دكتورة سماح عزب, أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم, ازيك يا دكتورة؟ أهلا بيك يا أهلا. وتفسير هذه الآية الكريمة بقى بطريقة حضرتك المبسطة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفى. زي ما احنا اتفقنا ان اي آية لازم نعرف السابق واللاحق. الآية دي خصوصا فيها بشرة كلنا محتاجينها. شوفي حضرتك الأول الآية قبلها كده بآيتين, أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يعني اللي هيقدر يفرق ما بين الحق والباطل هم مين؟ أولو الألباب. يعني أولو الألباب يعني أصحاب العقول السليمة خصوصا, مش العقل بس, يعني اللي بيفكر مظبوط هيعرف يختار ما بين الحق والباطل ويميزهم. طيب من صفات أولو الألباب إيه؟ اللي هي الآية دي, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يعني إيه الصبر؟ الصبر ده يعني العلماء معرفينه تحمل النفس على المشاق اللي هي مش قادرة عليها. يعني معناها ان الصبر ده مش حاجة كل واحد يقدر عليها, هي ان انا ابتدي ادرب نفسي عشان ان انا اصبر واتحمل, ادرب نفسي على تحمل امر ممكن يكون صعب. عشان كده له ثواب كبير, عشان مش اي حد يقدر يدرب نفسه, مش اي حد يقدر يجاهد يعني نفسه. يعني الصبر مش بمعنى الصبر على الابتلاء فقط, لا, ده الصبر ثلاث انواع. الصبر أول حاجة صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الابتلاء, والثلاثة موجودين في القرآن الكريم. صبر على الطاعة يعني إيه؟ يعني أنا أقدر أصبر إن أنا أصلي في وقته, إن أنا أجاهد نفسي عشان أنفق. عارفة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل صبر, صبر إمتى؟ بأمر الذبح, لما قال له إني أرى في المنام, يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال له ايه؟ افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يبقى بصي حضرتك, صبر على الايه؟ على الطاعه. طب صبر عن المعصيه, ان الواحد يعمل ايه؟ ان الواحد مثلا يكون عايز يعمل حاجه بس الحاجه دي تغضب ربنا, يقدر يمسك نفسه ان هو ما يعملهاش. صبر على الابتلاء زي سيدنا يعقوب مثلا لما فقد ولديه الاثنين, او صبر سيدنا ايوب. فالصبر ثلاث أنواع. يبقى الناس اللي بيصبروا دول, شوفي بقية الآية بتقول إيه؟ والذين صبروا عشان إيه؟ عشان إحنا بنتعلم كل كلمة مع بعض, ابتغاء وجه ربهم, مش عشان هما ما عندهمش حلول أو عشان هو مش قادر ينفذ الكلام اللي هو صابر عليه, لا, هو بيصبر عشان ربنا سبحانه وتعالى. شوفي كمان الآية قالت إيه؟ وجه ربهم. في كلمة رب, رب هنا يعني المنعم اللي إداك الخير كله. يعني عارفة لما حد يعمل لحد حاجة حلوة يقول له إيه؟ اختشي, ده هو ده اللي رباك, ده هو ده اللي صرف عليك وعمل لك كذا وكذا وكذا بالنسبة للأب أو الأم أو واحد عمل فيك جميل. فما بالنا برب العالمين. فكلمة رب دي لما تيجي يعني يا أيها الإنسان
تذكر المنعم عليك. يعني انت رايح تأذي حد، افتكر نعم ربنا عليك، افتكر قدرة الله عليك. يبقى أنا لما أقعد أفكر كل ده في معنى الصبر، صبروا ليه؟ ابتغاء وجه ربهم. طب من المقومات اللي أنت لازم تكتسبها بقى عشان إن هي تنفعك، وصفات أولو الألباب اللي عندهم عقل، وأقاموا الصلاة. اتفقنا على إيه؟ على إن كلمة أقاموا الصلاة أقيموا يقيمون، لكن ما جاش أدوا ولا صلوا. ليه بقى كلمة الإقامة؟ كلمة الإقامة دي عشان تعمل باللي الصلاة بتأمرك بيه، تبقاش بتصلي في ناحية وبعدين انت بقى بتروح تعمل حاجات مخالفة لما تأمر به الصلاة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. احنا كده عرفنا ليه دايما القرآن بيذكر لفظ الإقامة. وأنفقوا مما رزقناهم. عارفة حضرتك كلمة رزقناه دي كأنها بتقول للإنسان ايه؟ اختشي. اختشي ان انت تمنع رزق ساقه الله اليك. صح. صح. بس امتى بقى؟ سرا وعلانية. قدم السر على العلن ليه؟ عشان ان يكون ده الاكتر مننا، عشان الظروف بتاعت العلن مش كتير. طيب وبيعملوا ايه كمان؟ ويدرؤون بالحسنات السيئة. يعني ايه كلمة يدرؤ؟ انا بعرفها بدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. بعرفها دي درء يعني الدفع بشدة. عارفه حضرتك احنا بالذات لما نيجي نبين معنى حاجه لازم نركز انها تكون المعنى اللي كل الناس عارفاه. فكلمه درء دي يعني دفع بشده، مش دفع بس، دفع دي يعني انا بزق بس، لكن الدرء يعني بخبطه كده. يبقى ده الدفع بشده. يعني ايه بقى؟ يعني واحد قولوا الالباب عارفين، واحد غلط غلطه فورا يقوم، ما يستناش لبكره، لا ده يقوم دلوقتي فورا عشان ان هو يعمل حاجه تانية. ان الحسنات يذهبن السيئات. هو ده الدرء، ان انا اعملها فورا، لان العمر مش مضمون، لان الانسان لازم يمحي ان هو يستحي من الكريم، يستحي من الله سبحانه وتعالى انه ينظر اليه وهو في هذه المعصيه. طيب جزاؤهم ايه؟ لهم عقبه الدار. يعني ايه عقبه؟ كلمه عقبه دي يعني اخر كل حاجه. عارفه ما اقول عليك ايه؟ والعاقبه عندكم في المسرات. يعني اللي جاي ده عندكم ان شاء الله، النهارده عندنا وبكره عندكم. او كذلك عقب، عقب ده عقب كذا بالظبط. يعني عقب النشره في المسلسل، عقب المسلسل في كده، عقب اللي انتوا بتعملوه ده بقى هاجي لكم الدار. طب ايه هي عقب الدار؟ ليك عقب الدار. اولئك لهم عقب الدار. ايه بقى عقب الدار دي؟ شوفي بقى حضرتك اللي جايه دي اسمها ايه؟ ايه بيانيه او تفسيريه، يعني بتفسر لي الكلمه. شوفي بقى هنا الروعه اللي كلنا مستنيينها، جنات عدن يدخلونها ومن تمام الفرحه ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم عشان يبقى مبسوط. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. شوفي بقى الحفاوة، يقول لهم إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم. يعني عشان انتوا صبرتوا على كل حاجة في الدنيا، الثلاث أنواع الصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طيب احنا بنتفرج على المشاهد اللي هتنزل قدام حضراتكم على الشاشة. هنا الشرط بتاع سرا موجود في هذه البيوت والأماكن، لأنه عادي أنا هبعت ولا حد دريان، أنا هبعت لمين ولا أنا عارف الشخص ولا أي حاجة، وبتتحقق يعني أمر ربنا سبحانه وتعالى. ما هو حضرتك السر يعني في إخلاص أكتر، بس أحيانا الواحد بيضطر يعمل للعلن. طيب اللي احنا شايفينه ده واحنا في شهر شعبان هو ايه؟ هو في خير كبير احنا محتاجينه في هذه الايام، في جبر خواطر، في ان هو ده تفريج كرب، في ان احنا بنساعد وبندخل السرور على قلب حد. فدي حاجه احنا محتاجين. هو ده الصبر على الطاعه. الصبر على ان انا الشيطان يقعد يقول لي الفلوس هتخلص، يقعد يقول لي انت مش معاك، اجلها لبكره. انت عارفه حضرتك لما جت لنا ايات الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، وبعدين جت ايات تانية سرا وعلانيه. ليه الليل والنهار؟ الليل والنهار دي عشان معناها ان انت اول ما تعرف الخبر سواء بالليل ولا بالنهار قوم فورا وسارع واعمله، مش استنى البكرة. يعني شوف حضرتك ليه خصص الليل والنهار، يعني خصص الزمان والطريقة، ان انت في اي وقت تعرف ان في مبادرة لازم ان انت تقوم لها فورا. ورؤية كمان سيدنا علي ابن ابي طالب كان بيعمل ايه؟ كان اول ما يجيله خبر اي حد ان هو محتاج يقوم فورا ينفق
كان في مره انفق درهم بالليل ودرهم بالنهار ودرهم وقت، ويعني اختلفت الروايات هو صرف قد ايه، لكن صرف مبلغ من المال في كل وقت، ان هو ما كانش بيستنى ان حاجه تتجمع قدامه. زي ما احنا شايفين، شوفوا الخير الكبير اللي رايح للناس لما الواحد يبص كده. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. بالذات في موضوع البطاطين ده، المبادره بتاعت امان ودفا. احنا دلوقتي في الايام اللي احنا بنعيشها دي، احنا شايفين البرد عامل ازاي؟ يعني من يومين كان حر، وبعدين فجاه امبارح اتلسعت برد، الواحد بدا يخفف، فلقى الدنيا برد جدا. ساعات نسافر مثلا في حته فيها بحر او ساحل، او مثلا في ناس قاعدين في حته صحراء، فتلاقي في عز يعني في شهر مثلا 6 في شهر 8 تلاقي الدنيا بالليل بتقرصك من البرد. فلا غنى عن انه دايما اقول لاولادي خدوا جاكيت معاكم، لازم نبقى نعمل حساب البرد. فالناس دي لازم حساب البرد. يعني عارفه حضرتك احنا في شهر مارس كان بيجي برد كده؟ ما كانش بيجي برد بالطريقه دي، والهواء بيقعد يعني ايه يتعبنا ويجيب لنا برد. احنا محتاجين للبطاطين، ومحتاجين لان احنا نساعد بالذات في مبادره امان ودفا، عشان الناس كمان اللي في الاماكن البعيده، سواء هي ما عندهاش مثلا بيت قاعدين فيه، حتى لو في بيت ممكن ما يكونش مجهز، حتى لو هو مجهز، البروده فعلا يا جماعه حاجه صعبه جدا. الواحد يفتكر كده وهو مقفل الشباك وهو مقفل كل حاجه عنده في الاوضه، وفي سرسوب هواء كده داخل من مكان، هو بيبقى متأذي قد ايه، هو بيبقى تعبان قد ايه، فما بالنا اللي ما عندوش. اتخيل كمان انا هيكون جزائي ايه لما اكون سبب في تفريج الكرب ده. يعني دايما الواحد يركز على انا هيعود عليا ايه. هنا العاقل قولوا الالباب اللي منهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. انا دلوقتي اسارع واعرف ان من اهم مداخل الشيطان اللي يمنع بيها الانسان هو التسويف، يقول له بكره استنى لما الشتاء تخلص، استنى لما الصيف يخلص، استنى لما الفلوس تيجي، ويقعد دايما يسوف للانسان. فاحنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان فتح لنا الباب ده، ان في عرفنا ان في مبادره اسمها امان ودفا بتوصل للناس في الاماكن البعيده اللي احنا ما نقدرش نوصل لها. عارفه حضرتك الموضوع مش ان انا اطلع الفلوس وخلاص وهو يلا حاجه واتشالت من عليا، لا، ان انا بتحرى فعلا اوصل لحد. وعارفه احنا هنحس اكتر لما نشوف الناس وهي بتاخد، هنا اسمها متعه العطاء، متعه جبر الخاطر. يعني على طرف لسان، على طرف لسان الكلمه قامت واخداها متعه العطاء. لسه بقول لك ثواب الشخص اللي بيطلع يعني تلبيه لاوامر الله، وثواب الشخص اللي بيطلع حبا في الموضوع ده، وحبا في ابتغاء مرضات الله. يعني هو حابب يدور ويطلع، يعني دي حاجه بيحبها، دي حاجه بتمتعه، بيستمتع بالعطاء. هل ده بيبقى في منزله شويه اكبر؟ طبعا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. شفتي بقى حضرتك كل الحاجات بتاعه حياتنا موجودة في الآيات الكريمة. عارفة حضرتك لما يكون واحد عنده هواية، يعني هواية مثلا تعمل هدوم، تعمل حاجة بالكروشيه، هي بتستمتع حتى لو ده فيه تعب وفيه مثلا بالنسبة لها مشقة، لكن هي مستمتعة بكده. أو الإنسان اللي بيجد متعة في العطاء هو اللي بيدور على الناس، مش بس بيرضيه إن هو عنده زكاة ويقوم مخرج الزكاة وخلاص. كمان في حاجة مهمة، الإنفاق ده فيه شكر كبير قوي. أنت بتشكر ربنا مش بس على إن هو إداك المال، لأ، ده فيه المال ده جه منين؟ اداك التفكير اللي انت قدرت تحصل بيه على المال، يبقى ده شكر للذهن وشكر للتفكير، ربنا هيزيدك ويفتح لك ابواب. شكر كمان للمصادر اللي وصلت لك منها المال، ان ربنا اعطاك يعني مصدر او شغل تقدر ان انت تجيب منه فلوس، ربنا اداك الصحه ان انت تروح وتجيب فلوس. فلو احنا فكرنا كده هنلاقي ان شكر اللي ربنا سبحانه وتعالى من اكثر من جهه. اللي احنا كمان عايزين نحرص عليه ان احنا نفكر اكثر من كده، هل انا لما ادفع فلوس، انا لما انفق، انا لما اساعد، ايه الخير اللي هيعود عليا؟ لما اقعد افكر ده هلاقي ان بتفتح ابواب كتيره للرزق. الرزق لا ينقص، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. وفهو يعني وما انفقتم من شيء سبحانه وتعالى ما قالش يخلفه، ولكن يعني قال فهو يخلفه، ده تأكيد لوجود الله ما شاء الله على حضرتك، بيت شاطرة ما شاء الله منكم والله شاطرة ما شاء الله. الزيادة
بتاعت الكلمة، وده اسمه اسم موصول، هو عشان يأكد لك ان هو مش هيضيع. ده كمان من عند مين؟ من عند الكريم، من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني طمن قلبك هيرجع لك، هيرجع لك. بس اهم حاجة والواحد بينفق ان هو يكون مش بيجرب مع ربنا سبحانه وتعالى، ان هو يكون حسن الظن، يعني عارف ان الفلوس هترجع له، عارف ان الخير هيجي له. عارفة حضرتك ساعات تقول ايه؟ امبارح بس انا لسه ما جاليش حاجة. هنقول لا، بص انت ممكن يكون اتبعد عنك حاجة، ممكن يكون متحوش لك في يعني في وقت انت هتكون محتاج فيه واشد الاحتياج لتفريج الكرب. فانا مش بدور، انا بعمل ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى، بعمل عشان ده تنفيذ امر من الخالق اللي انعم علي بكل النعم واللي اداني المال في الاول. جميل. طيب انا اتفرجت بقى عليكي وانت بتوزعي الزيت والسكر في الكراتين، ده كان حته يوم. احكي لي بقى عن تجربتك في اليوم ده، او يعني ايه الاستشاره، بتستشاري ايه وانت بتوزعي بايدك الكراتين؟ او عارفه حضرتك دي متعه العطاء. ده الواحد وهو في الموقف ده كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ان كمان الفلوس اللي طلعت بيها كل ده تبقى بتاعته. يعني شوفي حضرتك لما يتضاف حاجتين، بالاضافه ان اليوم ده كان برد شديد، كان يعني لو تلاحظي حضرتك كل الولاد كان برد شديد جدا، ومع ذلك كل الناس نزلت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتهم، سواء الاساتذه او سواء الناس اللي هي كانت بتعبي الكراتين. شوفي حضرتك بقى الخير والفرحه اللي كانت على وجوه الناس لما وصلت لهم الكراتين. كمان دي كانت بدايه بنص مليون كرتونه، شفت العدد؟ نص مليون، 500,000 كرتونه كبدايه. طيب بدايه واحنا في شهر شعبان، طيب احنا بقى علينا ما نستناش ان احنا لما رمضان يجي، احنا في بيوتنا بنعمل ايه؟ بنبتدي نجهز من دلوقتي. او كذلك كل واحد في مكان بعيد ممكن يكون قاعد دلوقتي ومش عارف ايه اللي هيجي له، فاحنا نسارع ونفرحهم قبل ما يجي الشهر الكريم. عارفه حضرتك في ناس تقول لك ايه؟ لا انا مش هدفع غير لما رمضان يجي، عشان انا سمعت ان الحسنات بتتضاعف في طبعا شهر رمضان. بس دي حقيقه. بصي حضرتك، ده بتتضاعف فيه الحسنات، بس ربنا هو الذي يقيم الجزاء. ممكن انت دلوقتي تبعت حاجه في شهر شعبان ويكون جزاء كبير جدا، احنا ما نعرفش. مشكله الناس ان هي دايما بتتدخل، انا هاخد ايه؟ لا، التقييم من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبيتوقف على حاجات كتير، الاخلاص والقبول ونيتك واحتياج اللي قدامك. فاحنا ما نقعدش ندخل دماغنا انا هاخد ايه، لكن اللي افكر فيه انا سمعت كلام ربنا ونفذت اوامره. عشان هو ربنا قال لي كده، نفتكر الايه الكريمه واحنا بالذات في موضوع الكراتين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بصي بقى السبب اللي احنا عايزين دايما نستحضره، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما استناش الستة اولاد عيلي، لا احنا مش عايزين لا جزاء ولا شكورا. طب احنا بننفق ليه؟ ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم صعب جدا، هو ده اللي انا لازم اركز عليه. مش اركز ان انا دفعت 100 جنيه النهارده مستني ال1000 جنيه ما جاتش بكره ليه؟ لا، ما ركزش على كده. طب ايه اللي حصل؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. يعني جايين مستبشرين، ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كمان الآية الجميلة اللي احنا عايزين نفتكرها، لا يحزنهم الفزع الأكبر. يعني لما يكون يوم القيامة والناس كلها خايفة، اللي عمل الحسنات واللي عمل الصالح لا يحزنهم الفزع، مش شاغلين نفسهم بالموقف ده، بالعكس ده يومكم الذي كنتم توعدون، هم مبسوطين بوجودهم في هذا اليوم. فأنا لما أشوف الخير الكبير ده ما حرمش نفسي. قولي لي بقى، كنتوا بتحطوا إيه فيها؟ الكرتون، كل حاجة موجودة، يعني كل الاحتياجات الأسرة تحتاجها، زيت وسكر، حبوب، سمنه، شاي، كل الاحتياجات، ورز طبعا، ومكرونه طبعا، حاطين تمر او حاجه بالظبط. كل بصي حضرتك عشان بس ما ننساش حاجه، كل الاحتياجات، بصي حضرتك حتى على الشاشه، كل الاحتياجات اللي احنا بنشتريها لبيتنا. وماركات نظيفه؟ لا، ماركات نظيفه. يعني بصي حضرتك زي ما بيتجاب في البيت بالظبط. فانا لما اعرف كده او لا، انا ما احرمش نفسي. وبعدين شوفي حضرتك ما شاء الله العدد بتاع الكراتين، انت عارفه حضرتك المكان ده كان فيه قد ايه؟ المكان ده كان واسع جدا، خلصته كبير جدا. خلصته يومها بعد ايه بقى؟ بعد مده.
بعد مده طويله فعلا. أوكي. اليوم كان يعني مليان، بس كان معانا شباب كتير ما شاء الله، كانوا بيعبوا يعني العدد كمان. بصي حضرتك الكرتونه جت من قريب اهو، وفي صلصه وصلصه والشاي وحتى السكر والرز مكتوب عليه البر والتقوى. مكتوب عليه البر والتقوى من عندهم بالظبط كده، ويعني نوع جيد جدا. النوع بصي حضرتك لما الواحد يخرج حاجه لازم يحط في باله انها تليق بالكرامه الانسانيه. ولازم يحط الايه قدامه، لن تنالوا البر، يعني مش هتاخدوا الخير. شوفي بقى الحته دي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. عايز الخير ادي أحسن ما عندك. في استصغار حاجتين قدام بعض يعني دايما بيلفتوا نظري، اللي هو استصغار الذنوب أو المعاصي. ما ينفعش نستصغر المعصية وما ينفعش نستصغر الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله ما شاء يعني الله. يعني فكرة انه معلش دي غلطة صغيرة لا هشوفها في الآخرة، دي يعني حتة البتاعة دي هتعمل ايه، لا هتعمل. فالحاجتين دول بصراحة بصي بقى هنقول حاجتين مهمين قوي نحطهم كده قدامنا واحنا داخلين على الشهر الكريم. لا تنظر الى صغر الذنب، وانظر الى عظمة من تعصيه. ما تبصش انت عملت ايه. انا لما بسمعش كلام حد بحبه، بابا، حد له فضل عليا، استاذي، انا ما بصيتش انا عملت ايه الغلطه، انا بصيت ان انا زعلته. واتقوا النار ولو بشق تمره، فما بالنا بالخير الكبير ده. صحيح. فاحنا لازم ما نبصش ان هي اذا كانت التمره بدقيق ابعد عنها. لا وديننا يعني يلتفت للكلمه طبعا، ويلتفت للابتسامه. وهل يكب الناس على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ يعني ممكن واحد يقول يا شيخ والاوف، يعني ما فيش حاجه صغيره. لا كل حاجه ديننا بيحسبها وموجوده، لا يغادر صغيره ولا كبيره. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بص حضرتك يلفظ يعني حتى ولو حته صغيره، هي اوف اهي في القران. ولا تقول ما اوف يعني من النفخ وطالع. بالظبط. فشوفي حضرتك كل حاجه نركز عليها، وبرضو حتى لو حاجة صغيرة إن شاء الله ربنا يثبنا عليها، بس جميل. إيه النية والإخلاص. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سامح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. عندنا فاصل ومكملين مع حضراتكم على الهواء مباشرة. الشامي أستاذ جراحة الأطفال وحديث الولادة بكلية طب الأزهر وجراحات التشوهات الخلقية في الأطفال. خلاص إحنا لازم نروح له عشان نطمن. مع دكتور أحمد الشامي حياة ولادكم هتتغير، لأنه بيعالج كل التشوهات الخلقية زي الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق، والتشوهات الخلقية لمجرى البول، والتشوهات الخلقية للقولون والشرج، وغيرها كتير. مستنيين ايه؟ كلموا المركز واحجزوا دوركم. للحجز والاستعلام اهلا بكم مشاهدينا، وبرحب بدكتور احمد الشامي استشاري طب الاطفال بكليه الطب جامعه الازهر. وقبل ما نبدا الحلقه عايزه اقرا رساله جت بتسال على انواع الطهور، طهور الاطفال. يعني بتقول عايزاكم تسألوا على عملية الطهور عند الصبيان. شو العمر الأنسب للطهور؟ ايه هي فوائد الطهور؟ طرق الطهور الحديثة؟ ايه الأحسن، الطهور بالكوي ولا الطهور بالحلقة البلاستيكية؟ ايه هي موانع الطهور؟ هل يمكن يحصل يعني نزيف للولد أو الطفل وهو بيتطهر، ولا بس في حالات نادرة اللي بيحصل فيها كده؟ يعني بصراحه بتسال في كل شيء له علاقه بالطهور. ازاي حضرتك يا دكتور، ويا ريت بقى تجاوب على سؤال استاذه. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. هم في البدايه في الاستاذ جراحه اطفال، هم كتبوا لحضرتك استشاري طب الاطفال معلومه. استاذ جراحه طبعا الاطفال، طبعا جراحه الاطفال فرق شاسع ما بين طب الاطفال طبعا وجراحه الأطفال. الاطفال فرق شاسع فعلا. معلش نعتذر. لا 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 ولا حاجه. النقطه الثانيه الطهور اللي قالوا عليه دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. حضرتك أنا كنت في بورسعيد الخميس اللي فات. طلع كده حضرتك أنا شفت مثلا مجموعة حالات كتيرة جدا، منها 7-8 حالات تم إعادة الطهارة، يعني طهروهم مرتين.
فللأسف كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. لما طهروا في تاني مرة، ليه طهروا مرتين؟ الولد الطاهر، القصة السيكولي بتمشي ازاي؟ حضرتك الولد كان طبيعي جدا، والطاهر في أول أسبوع أو يوم الأربعين أو أول يوم بعد الولادة. جميل جدا. طبعا الولد أو البيبي يعني الرضاعة طبيعية، لا الرضاعة صناعي، لا الأم المصرية طبعا اضرب وافرم كله في الخلاط ودي البيبي، فالوزن بقى إيه؟ زايد بقى في اوبيزيتي، في سمنة، فكان في سمنة موضعية، في سمنة دهون حوالين العضو، فبتأدي إلى إن الجلدة حضرتك بتغطي الراس العضو، الجلانز بينس بتغطي منه. احنا مسموح لنا عشان نقدر نقول طبيعي نغطي 1/3 of the glands، يعني تلت الراس العضو لو متغطيه بنقول ده طبيعي وما فيش فيه مشكله. لو اكتر من كده نبص هو مال سيركمسيجن، يعني سوء عمليه طهاره ولا سمنه موضعيه. لو سمنه موضعيه ما بنلجاش للجراحه، لا بنقول يا جماعه الولد يخس. فحضرتك ده كمتخصص جراحة أطفال، حضرتك ممكن الأم تاخد البيبي لدكتور أيا كان التخصص الآخر، حضرتك الأم بتبقى استرس، أنا مش شايفة العضو، هو فين العضو، الولد مش كأنه متطاهر، هو الولد لا ده أنا أخوه الصغير أحسن منه كتير، وتبدأ تبوش الدكتور اللي مش متخصص أنه يعمل إعادة طهارة. عمل إعادة طهارة، للأسف هو كان الجلد مظبوط جدا والطهارة كانت مظبوطة جدا، لكن للأسف هو لما جه يشيل عشان يظهر العضو هو اضطر يشيل جلد من الجلد الموجود، الجلد ده مش زيادة، الجلد ده معمول له تمدد من كمية الدهون، وانس ان هو قطع الجلد الزيادة وادى الأم العضو الشكل اللي هي عايزاه النهارده، حضرتك بعد 5-6 شهور الولد تاخد تاني، فالعضو ضغط بقى متغطي تاني، فجاء الام النهارده عنده 9 سنين الولد 10 سنين، العضو صغير ما بيكبرش. طب ما هو طبيعي ليه؟ لان احنا طهرناه مرتين وقصينا الجلد الزياده، فما عنديش الجلد اللي يتمدد مع نمو العضو، فسحب. احنا بنسميها زي دايما زي حضرتك الحاجه بتشد اللجام، مانع نمو العضو للامام. ده كانت البداية عشان نقول امتى نطهر. السؤال التقليدي، طب في موانع للطهارة، طب احنا في الدين الاسلامي احنا بنطهر ليه؟ احنا عندنا بنطهر، في اوروبا كلها ما بيطهروش. في احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الختان في زحاق الذكور، ان وجدوا ان ما فيش الجلدة اللي احنا بنشيلها دي حضرتك زيادة او معدل او حدوث اورام سرطانية في العضو الذكري في المسلمين تقريبا مش موجوده، يعني تقريبا مش موجوده، بالرغم ان في نسبه حدوث اورام سرطانيه في العضو الذكري في غير المسلمين اللي ما بيطهروش. فمن ضمن الحاجات ودي اللي بيثبت ده علميا، ده علميا يعني كده يعني طبعا معلومه علميه ده مش بنقول اراء مش بنقول اراء ده معلومه علميه انه دي معلومه انا علمية. ما بسمعش فعلا انا بسمع في البروستاتا في مش عارفه ايه السرطان الكانسر في كده، انا ما بسمعش في موضوع العضو الذكري ده. العضو الذكري سرطانات العضو الذكري تكاد تكون زيرو في المسلمين لوجود عمليه الختان، الطهاره الجلد اللي بيتشال، فغير المسلمين لقينا في نسبه من بتبقى موست كومن او مشهوره فين في غير المسلمين او في عند اي حد ما بيطهرش الطفل. نطهر الطفل امتى؟ السؤال المشهور قوي، انا هولد بكره ينفع طهره في اول يوم؟ ينفع يا فندم. طب ينفع طهره على السبوع؟ ينفع يا فندم. طب نعمل تحاليل؟ في بعض الحالات لازم نعمل تحاليل، وبعض الحالات مش لازم نعمل تحاليل، مفيش فيها مشكله. حضرتك الام كانت بتاخد وهي حامل علاج سيوله وبتاخد الكليكسان او بعض الادويه السيوله او او او، يبقى اكيد من الطبيعي ان انا مش هطهر الطفل وانس ان هو اتولد، لازم اعمل الاول اختبارات وتحاليل كامله للبيبي عشان اطهره. بس اللي يعمل هي الام اللي بتاخد ادويه سيوله، انما الام الطبيعيه اللي ما خدتش ادويه سيوله لازم فورا عادي مفيش مشكله يطهر مفيش فيها مشكله. طب نطهره اول يوم ولا سابع يوم؟ الكلام كتير جدا، ما طهرش الا بعد الـ40. احنا دايما لا بنطهر في اول يوم على السبوع على الـ10 ايام، دايما بنرد الرد اللي هو يعني اي وقت
طالما لا يوجد موانع. عشان طيب طرق الطهور الحديثه بقى دي ايه؟ طرق الطهور طرق الحديثة؟ كتيره جدا. في حاجه احدث حاجه موجوده في العالم بس احنا لسه ما طبقناهاش في مصر قوي نظرا لارتفاع سعرها، حاجه اسمها دباسه جراحيه. حضرتك الدباسه اللي بيستخدم في تكميم المعده والدباسه اللي بيستخدمها في حاجه استئصال جزء من القولون وكلام من ده، ممكن ندبس بيها الجزء اللي احنا بنشيل بيه الطهاره ده. هي طرق قطع وتدبيس في نفس الوقت، حاجة جميلة جدا. بس الدباسة بكم ألف عشان تيجي تقول الطهارة بعشرة بخمساشر ألف جنيه؟ طبعاً فطبعا كتير. حد كتير وحد يقولك إيه ده، لأنه بيبقى مش فاهم. هنقول الطهارة إيه الفرق يعني بينها وبين القص العادي؟ أولا دي أبحاث علمية وفي نفس الوقت تكنيك وأبحاث ودراسات وماجستير ودكتوراه بيتعمل على الأأمن الأسرع الأقل ألما. كلام تيجي الأم أنا مش عايز الولد يشوف ولا يسمع أي حاجة، يبقى بنج كلي لو عدينا الست شهور. طب وهو صغير ياخد بنج موضعي ولا بنج كلي؟ لا بنج موضعي. طب بنج موضعي سبراي ولا حقنة؟ على حسب السن وعلى حسب حجم العضو. يعني حضرتك هنيجي نقول طب هتطير بالكي الحراري ولا الدايسيرمي ولا الحلقة البلاستيكية اللي هو القمع أو الجهاز الأمريكي ما يسمى، ولا بالدايسيرمي ولا بالليزر؟ دايما بنقول الجراح هو الوحيد اللي له قرار او حق اتخاذ القرار في النقطه دي. ما زالش المشرط هو اللي بنسميه الجولدن ستاندرد، القاعده الذهبيه في عمليه الطهور او الطهاره او ختان الذكور. اسمه ايه؟ المشرط. بنستخدم بالمشرط لان مش كل الناس عندها الامكانيات انها تعمل بليزر او بجهاز كي كهربائي او بالقمع البلاستيك. طيب زيارات حضرتك بقى، نشوف حضرتك طالع فين لحد 20 مارس في مستشفى العاصمه تشيبين الكوم في المنوفيه، اسيوط مستشفى الرواد اسيوط يوم 3/22 مارس. اكتبوا عندكم التواريخ او صوروها من الشاشه علشان ما تنسوش، وبيبقى في ارقام التليفونات بقى اكيد يحجزوا بالمره بقى. صح طبعا. سوهاج الخميس 24 مارس مستشفى الرحاب، قنا الجمعة 25 مارس برج الرواد، والحد 27 مارس اسكندرية مستشفى الشرق الأوسط، والخميس ده فين ده؟ في بورسعيد. مستشفى المعلمين بورسعيد. مستشفى المعلمين بورسعيد. وده العنوان بتاع حضرتك الدائم في مصر الجديدة والمهندسين. طيب ايه بقى ايه المشاكل اللي بتنتج عن الطهور غير اللي حضرتك قلتها، انه يطهروا مرتين او كده؟ هل يبقى هل ممكن يعني هو الفكره ان هو طاهر غير مرتين ده، هل الطهور كان غير مكتمل فبيكمله ولا ايه؟ لا هو طاهر اول يوم الولد نازل وزنه 2 كيلو 800، ده الوزن الطبيعي، فبالتالي ما فيش دهون حوالين العضو. فالطهاره النهارده احنا بنقيس حضرتك فرق جراحه الاطفال من غيره ايه؟ حضرتك ان احنا بنستخدم مازوره مسطره معينه بنقيس بيها. انا بقيس لغايه دلوقتي حضرتك انا بقيس بسيب 2 مللي من الجلد ده المسافات المتعارف عليها عندنا في جراحه الاطفال وبتقطعي. انا قطعت النهارده، حضرتك بدات تاكلي الولد وترضعي، وحضرتك بدات تاكلي بطريقه غير صحيه، فبيحصل كميه دهون في المنطقه دي، فالجلد بيطلع يغطي العضو، يبقى كاننا الولد يبان ان هو مش متطهر. في الحاله دي ما فيش ما يدعو جراحيا ان احنا نطهر تاني. دي دايما بقول يا جماعه جريمه ان احنا نطهر ولد متطهر، الا اذا خدنا قرار فعلا كجراح اطفال ان الولد الطهاره كانت سيئه من الاول. انما لو الولد كان الطهاره بتاعته طبيعيه ومظبوطه يبقى ما فيش داعي ابدا ان انا اطهره تاني. حضرتك واثناء الطهاره ممكن حضرتك الولد ينزف، وكتير جدا بيتصلوا بينا الحق في الولد في المكان الفلاني الطاير ونزف. حضرتك بتوصل للولد ممكن يخش رعايه او حضانه ويتنقل له دم عشان الطاير غلط او الطاير غلط، هنقول الطاير فايا كان المتخصص اللي ايه اللي طهره، برغم ان يبان عمليه الطهاره من اسهل العمليات وانها الممرضه الطاير والجراح يطاير والنساء يطاير وكل حد واللي في المولد يطاير كله يطاير، بس للاسف هناك فرق هناك فرق كبير جدا في التكنيك وفي وفي طريقه وفي الامان وفي التعقيم في كل حاجه. طهاره بجهاز الكي الكهربائي، في طهاره بجهاز الكي الكهربائي طبعا وكي حراري، بس مع فرق ان انا بستخدم بالباي بولر مش المونوبولر، دي حاجه في الجهاز الدايسيرمي. لو انا طهرته
بالمونوبولر اللي هو الاحادي الكهرباء ده حضرتك، وحصلت مع اساتذه النساء وقلت حضرتك عليها قبل كده، ان العضو بيحصل فيه غرغرينه، السيرمال افكت، التاثير الحراري، وانت بتقطعي الاوعيه الحراره بتقفل الاوعيه والشرايين اللي بتغذي العضو، وانس ان احنا ربطنا حته شاشه بعد 24 ساعه بتلاقي غرغرينه في العضو، وللاسف في راس العضو وقعت، وعندنا كوارث كوارث حقيقيه مش قادرين ولا عارفين نحلها. الحل المثالي اللي يرضيكي كأم، الحل الحلقه البلاستيكيه موجوده جدا وطبعا ومشهوره ومتاحه، بس فيها اذا ما كانش حد متمرس فيها ما بننصحش بيها الا اذا كان متمرس فيها. لها مقاسات معينه على حسب حجم العضو، مش كل عضو نديله مقاس واحد، عشان كده بيبقى فيه مقاسات كتيره جدا، زي الدبله بتاعه الصباع بالظبط، حضرتك في صباع صغير وفي صباع كبير، في حد مليان في حد رفيع، ما ينفعش الصغير البسه واحده كبيره هتسيب يبقى الولد هينزف. أيوة. ما ينفعش العضو الصغير او العضو الكبير اروح اجيب له حلقه صغيره دبله صغيره ملابسها هتخنقه، ونفس القصه لا هينزف، نفس القصه ممكن تخنق راس العضو وتؤدي الى غرغرين لو انا ما اخترتش المقاس الصح. عشان كده دايما بنقول مش اي حد يطهر بالحلقه البلاستيكيه، لازم يكون عنده المقاسات كلها متاح، المقاسات كلها عنده، المازوره او المقاس او الجهاز اللي بيقيس بيه حجم العضو عشان اختار المقاس بتاع الدبله او بتاع الحلقه او بتاع القمع او بتاع الجهاز الامريكي. دي كلها مصطلحات متعارف عليها، يقول لك الدبله بتطير بالدبله او بتطير بالحلقه بتطير بالقمع بتطير بالجهاز الامريكي، دي كلها مسمى واحد، نوع من انواع الطهاره. طيب اخيرا قبل ما يعني ما نختم الحلقه، عايز اسال حضرتك، الام تكتشف ازاي ان ابنها عنده مشكله او تشوهات او كده في العضو بتاع النقطه، اهم نقطه في الموضوع اللي احنا كنا بنقول، اوعي تمد ايدك تطهر الواد. لو الواد عنده احليل سفلي يعني ايه، او احليل علوي يعني فتحه البول مش في مكانها، العضو متني او في انحناء لدرجه ان الواد لما بيعمل حمام هي ما بتشوفش العضو الحمام الميه. هل ده بيبان اول ما الولد بالعين طبعا. يبان، تقول لك الولد عنده الكيس بتاعه حاجه كبيره جدا، مش زي اخوه مش زي ابن اختي. لما شفت حاجه كبيره جدا، الواد كان بيعيط او بيحزق فلاقينا حاجه كبيره جدا، يبقى انا لو عندي كلى مائيه تضخم في الخصيه، الخصيه كبيره يعني في ميه على الخصيه، يبقى ما طهروش. طب الخصيه فيها فتاء، في طالع فتاء، كل ما يعيط ويحزق حاجه بتطلع وبتنزل، ولما الولد ينام وبيبقى هادي ما فيش حاجه، يبقى ممنوع الطهاره، لان لو انا طهرته الولد هيحزق، هيبقى في الم، هيعيط، هيحزق جامد. لو الفتق كان مرحله اولى هيخش في مرحله ثانيه، لو الفتق بيروح ويجي هيدخله في حاجه اسمها الريديوسابيلتي او فتق مختنق. يبقى الطفل عنده اعوجاج في العضو ما طهروش، ده كارثه. الطفل عنده انحناء في العضو اطهره ازاي؟ دي جريمه. حضرتك الطفل عنده ميه على الخصيه، عنده دوالي على الخصيه، عنده احليل سفلي او احليل علوي، ده طبعا ممنوع الطهاره. طيب قبل ما نختم برضو، تذكره سريعه بزيارات الدكتور لكل محافظات مصر، المنوفيه، الحد، اهو اسيوط، اسيوط بمستشفى الرواد 23 مارس ان شاء الله، وسوهاج الخميس 24 مارس في مستشفى الرحاب، وارقام الدكتور موجوده هي على الشاشه عشان اللي عايز يحجز، وانا الجمعه 25 مارس برج الرواد ميدان سيد عمر، اوكي، واسكندريه مستشفى الشرق الاوسط لحد 27 مارس، وبورسعيد الخميس مستشفى ايه يا دكتور؟ مستشفى المعلمين 31 مارس ان شاء الله، الخميس 31 مارس، تمام. ويبقى كده دخلنا على رمضان بقى، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دكتور احمد الشامي، شكرا، استاذ جراحه الاطفال بكليه الطب جامعه الازهر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.